السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الشعار الرئيسي للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن كان إنقاذ الشرعية ونزع سلاح الحوثيين وحماية الحدود السعودية، كما أعلن يوم انطلاق عملية عاصفة الحزم في مارس آذار عام 2015. بعدها بشهر واحد فقط أعلن التحالف أنه دمر 80% من سلاح الحوثيين وصالح، واستطاعت طائرات التحالف السعودي الإماراتي تعطيل سلاح الجو اليمني وتدمير الطائرات الحربية بشكل كامل. ورغم ضربات التحالف في مناطق يمنية عدة، طور الحوثيون صواريخ باليستية حملت أسماء سكود سي وسام 2 ومنظومة النجم الثاقب وقاهر وبركان. تدرجت هذه الصواريخ في مداها من 250 كيلو مترا، فوصلت إلى مناطق عند الحدود اليمنية السعودية، ثم تطورت إلى 400 كيلو متر واستهدفت قاعدة الملك خالد العسكرية، ثم وصلت إلى 800 كيلو متر بصاروخ استهدف مطار الملك عبد العزيز في جدة عام 2016. ضرب صاروخ مصفاة نفط في ينبع ومطار الملك خالد الدولي عام 2017. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ باليستي يبلغ مداه نحو 750 كيلو كيلومترا على مطار الرياض عام 2017، وأعلنوا إطلاق صاروخ باتجاه قصر اليمامة المقر الرئيسي للعاهل السعودي في الرياض عام 2017. بموازاة ذلك، طور الحوثيون منظومة سلاحهم البحري، فزاد عدد هجماتهم البحرية خلال الأعوام الأربعة الماضية على 22، استهدفت 12 سفينة وبارجة حربية وأكثر من 10 زوار عسكرية، أهمها هجوم على سفينة HSV-2 سويفت الإماراتية قبالة سواحل المخا، وآخر على المدمرة الأمريكية USS ميسن، وثالث على المدمرة الأمريكية USS ميسن في المياه الدولية قرب اليمن عام 2016. وتعرضت فرقاطة سعودية عام 2017 لهجوم بثلاثة زوارق موجهة تابعة للحوثيين غرب ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 2 من طاقمها، واستهدفت بارجة حربية إماراتية قبالة سواحل مدينة المخا في يونيو حزيران عام 2017. بعدها استحدث الحوثيون في حربهم سلاح الجو المسير، وأكدوا أنه تصنيع محلي متطور استخدموه في قصف أهداف سعودية من أهمها شركة أرامكو قرب الرياض ومنطقة أبها ومطارا دبي وأبوظبي في دولة الإمارات.